وبالعودة إلى ملف تطوير مشروع مدينة رأس الحكمة، معنا عبر الهاتف للمزيد من التفاصيل النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب. سيادة النائب، أهلا بك معنا في نشرة الثالثة. كيف ترى نجاح الحكومة في اجتذاب الاستثمارات الأجنبية الضخمة المباشرة؟ أهلا فندم الأول. أهلا بحضرتك. سادة المشاهدين، الحقيقة طبعا الموضوع يحمل رسائل حقيقية متعددة. أولها أن الدولة المصرية دائما تعمل بجد واجتهاد في كل المواقف وفي كل الظروف، برغم التحديات يعني المحلية والدولية الكبيرة جدا، إلا أن كان هناك جهد لشهور كثيرة في تقدير يتجاوز 6 أو 7 أشهر من على مستوى القيادة السياسية إلى الحكومة لإيجاد استثمار أجنبي مباشر يعود بالنفع على المصريين. لأن الحقيقة قراءتي للمشهد هو مش فقط أنه استثمار أجنبي هيعدل سعر العملة ويتوازن مع القيمة الحقيقية ليها، أو هيؤثر جذب استثمارات أخرى بمنطق أنه دايما نجاح بيجيب نجاح، ودايما المصريين بيشوفوا يبتدوا يتوجهوا ليها. أنا بشوفها من جانب المواطن المصري، اللي ال 35 مليار دولار الدفعة الأولى هتدخل تعمل إنعاش فوري للاقتصاد المصري، هيؤثر تأثير مباشر على المواطن العادي من خلال 3 حاجات. أول حاجة الأسعار اللي بتبتدي تتراجع وتعود إلى الأرقام المنطقية والمقبولة ليه، لأن طبعا كان في زيادات مبالغ فيها مسندة على السعر الغير منطقي للدولار. ثم الحصائل الضريبية اللي هتحصل بشكل كبير جدا من هذا المشروع، اللي هتمكن الدولة من استكمال كل مشروعاتها ببرنامج حياة كريمة في المشروعات اللي بتلامس المواطن من الدرجة الأولى. صحة وتعليم كمان. صحة وتعليم، نتكلم على مشروعات أصلاً بتلامس المواطن البسيط والعادي. الحقيقة دايماً في رابطة كبيرة جداً بين الأداء الاقتصادي ونسبة النمو وبين اللي بيحصل وتساقط الثمار على المواطنين. لازم الناس يعني تقرأ المشهد بحقيقته. الحقيقة إنه هو استثمار أجنبي مباشر أي دولة في العالم بتسعى ليه، بما فيها الدول العظمى، بما فيها الدول المصرية، بتسعى وبتسعى بشكل جهدي كبير جدا إنها تعرف تجتذب هذا الاستثمار. الحمد لله الدولة المصرية نفذت، ما بتتكلمش عن كلمات، ما بتتكلمش غير بعد ما توقع، استثمار هيتجاوز حجمه 200 مليار دولار، لأن 35 دي الدفعة الأولى، إنما حجم الاستثمارات المعلن عنها 150 خلال مدة تنفيذ المشروع، ودائما المشروعات بتزيد من 10 لـ 20%، فهتتجاوز 200 مليار دولار، ده رقم كبير جدا جدا، المشروع الأكبر والأهم في تاريخ مصر، وبشوف إنه هيعمل جاذبية أخرى لمشروعات مشابهة. قد نسمع عن اتفاقيات جديدة مع دول أخرى في شرم الشيخ، في الساحل الشمالي، في العاصمة الإدارية، كل هذا فيما يتعلق بالساحل الشمالي تحديدا. يعني كيف ترى نهج الدولة في تنمية منطقة الساحل الشمالي وجذب الاستثمارات الأجنبية إليها، طالما تحدثنا عن الطبوغرافيا للأماكن المتوقع إقامة مشروعات فيها؟ يعني طبعا رأس الحكمة نواة استثمارية مميزة لمشروع ملهم هيحدث طفرة نوعية في مشروعات الاستدامة. إن احنا بنتكلم عن تغيير فلسفة للساحل الشمالي، لابد أنه فكرة الشهرين في السنة هتنتهي وهتبقى صفحة من الماضي، وهيبقى المشروعات دي مشروعات دائمة، وبالتالي مشروعات مستدامة، مشروعات فيها صناعة، فيها مناطق حرة، فيها مواني، فيها تصدير، وفيها سياحة ووجهة سياحية، ولكن قد يكون أيضا الوجهة السياحية متنوعة متنوعة المستوى، بما يجعلها تستطيع أنها تجذب أعلى مستوى من السياح اللي بأعلى مستوى إنفاق، لأن هو ده العائد الحقيقي والخير الحقيقي على المصريين، أنه يستمر السياحة كمصدر جذب كبير وديستنيشن جديده مطلوبه لمستوى سياح اعلى، مستوى انفاقهم اعلى، مستوى الخدمات والتجهيزات المعده ليهم اعلى. ولان انت عارف ان الاتفاقيه يعني فيها من الذكاء ما يجعلنا يعني نشيد بهذه الاتفاقيه، ان هي 35% من الارباح مستمره للدوله المصريه. فبالتالي انت بتامن لاجيال قادمه مصادر من العملة، بتأمن لأجيال قادمة أن أنت مشترك في الربحية، كل ما الربحية تزيد أنت حصتك بتزيد. فالحقيقة يعني إذا كنا نتحدث عن الأجيال القادمة، فنحن نتحدث أيضا عن الجيل الحالي. هناك أحد أو إحدى المردودات لهذه الاتفاقية فيما يتعلق بتوفير فرص العمالة. طبعا الاتفاقية يعني تحقق نجاحات متعددة الأوجه. أولها انه اكثر من 100,000 فرصه عمل مباشره، نتكلم عن ما يقل لا يقل عن 20,000 فرصه عمل بعد كده.
تقديم الخدمات والصيانه والامن وخلافه، بنتكلم عن حصيله ضريبيه، لان المشروع ده يعني معناها تشغيل يعني ضرائب يعني تامينات على خزانه الدوله المصريه. بنتكلم عن تشغيل ما يتجاوز 100-120 صناعه، لانك تعلم ان القطاع العقاري وقطاع المقاولات بيجر ويعتبر قطاع متعدد الصناعات فعلا. اكثر من 100-120 صناعه هتشتغل وعندها فرصه عمل لسنوات طويله تتجاوز 10-15 سنه. ونحن ايضا في مجال العقارات والتنميه العمرانيه لنا باع طويل في هذه الجزئيه. سياده النائب طارق شكري، وكيل لجنه الاسكان بمجلس النواب، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.